كثيرا يعني بإطلالتي عليكم من خلال هذه الشاشة، شاشة فضائية أم درمان، بغرض تبادل الفائدة وتبادل المنفعة معكم. آمل أن أحظى بمتابعتكم، وأنا على يقين أن كثير ممن يستمع إلي ويشاهد هو على معرفة يعني يمكن أن نستفيد منها، ويمكن أن يبعث لنا مراجعا ومصححا بإذنه تبارك وتعالى. البرنامج، هذا البرنامج الجديد رواق الفقه، ليناقش معكم كثير من القضايا الفكرية، نؤسس فيها لبعض المفاهيم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فكثير من القضايا يعني يحتاج الناس إلى مراجعتها، يحتاج الناس إلى التصويب في 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 بعض من جوانبها، ولذلك المراجعات والمناقشة والحديث وتبادل الأفكار يصب في نهاية الأمر لمصلحة الفقه ولمصلحة الإسلام ولتصويب المفاهيم، ليكون الناس على الجادة بإذنه تبارك وتعالى. أنا يعني أحب أن أبدأ معكم بموضوع قد يأخذ عدد من الحلقات. هذا الموضوع يعني اخترت له عنوان في قبول الآخر، الأئمة الأربعة نموذج. قد يأخذ عدد من الحلقات، لا أدري، 3 حلقات 4 حلقات، بعدها ننتقل إلى موضوع آخر إن شاء الله، طالما أن البرنامج في هذه الدورة مستمر. هذه الحلقات نتناول فيها قضية قبول الآخر، وكيف أن الأئمة الأربعة يمكن أن نتخذهم نموذج لهذا الفهم الطيب لربما يعني نفتقده في 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 حياتنا وفي مسيرتنا وفي تعاملنا مع الآخر. الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم نقل الطلاب ونقل المريدون والمحبون والتلاميذ، نقل عنهم الكثير، نقلوا عنهم الأحكام. الشافعي يقول كذا في الحج وفي الصلاة وفي الصيام وفي كثير من الأبواب، وكذلك الإمام أبو حنيفة نقل عنه كل الأحكام التي يحتاج إليها الناس في معظم أبواب الدين أو في كل أبواب الدين، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي. اهتم الناس وركزوا تركيزا طيبا على نقل علمهم وفقههم في شتى يعني الأبواب. ولكن أنا في تقديري حسب اطلاعي ومراقبتي أن الناس لم يستفيدوا من جوانب أخرى كثيرة هي كانت يعني من الدين لم تنقل عن الأئمة الأربعة. الأخلاق، جانب الأخلاق، هم رجال نحسبهم صالحين، كان لهم خلق في غاية الروعة، انعكس ذلك في تعاملهم مع بعضهم البعض رغم أنهم كانوا يختلفون مع بعضهم البعض خلافات كبيرة جدا، خلافات كثيرة جدا في ما من باب. وإلا تجد الشافعي له قول يختلف عن أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل له قول يختلف عن الشافعي، مالك له قول يختلف عن أبو حنيفة، وهكذا. هذه الخلافات يعني نحن عندما نبحثها ونبحثها ونطلع عليها نجد أن لهم يعني فهم ولهم أخلاق ولهم طريقة تختلف عما نحن عليه الآن. فلذلك أنا يعني أحببت أن أتناول هذا الجانب المفقود، جانب الأخلاق للأئمة الأربعة، ولا سيما في 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 موضوع الاختلاف، في موضوع الخلاف. نحن نفتقد هذا الخلق حتى نتسلح به، حتى نتأسى به، ولا سيما يعني أن الأمم والناس والشعوب تستفيد من النماذج والقدوات أكثر من أن تستفيد من المفاهيم والأفكار. يعني دائما أنا أقول لإخوتي في الحوار وفي النقاش، نحن يعني نستفيد من النماذج والقدوات أكثر من أن نستفيد من الأفكار والمفاهيم، وفي كل خير وفي كل فائدة، ولكن النموذج والقدوة
يعني هو أبلغ في التأثير. أئمة الأربعة كما أسلفت نموذج لقبول الآخر. نبدأ نقول بالرغم من أن الإسلام قد شهد آلاف تلو الآلاف من العلماء العاملين والفقهاء المخلصين، إلا أن هذا كان جيل إثر جيل، إلا أنه اشتهر يعني سبحان الله عند هذه الأمة أربعة علماء سموا بالأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. رغم أن التاريخ الإسلامي شهد آلاف تلو الآلاف من العلماء العاملين المخلصين من كبار العلماء الذين لا يقلون منزلة ومكانة عن الأئمة الأربعة، إلا أنه اشتهر فقط عندنا أربعة من العلماء. نحن نجيب على هذا السؤال: لماذا اشتهر هؤلاء الأئمة الأربعة دون غيرهم؟ ولماذا انحصر أمر الفقه في هؤلاء الأئمة الأربعة؟ ولماذا عرفوهم دون غيرهم؟ هذا كله إن شاء الله نحن في خلال مسيرتنا للحديث في الحديث عن الأئمة الأربعة وأنهم نموذج لقبول الآخر إن شاء الله نجيب على ذلك بإذنه تبارك وتعالى. أول الأئمة الأربعة النعمان بن ثابت، ولعل الناس يعني أول قليل لا يعرف أن أبا حنيفة هذه كنية وليست اسم، هي كنية للإمام النعمان ابن ثابت. أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت. هذا الشيخ الجليل، هذا الشيخ العظيم ولد في أواخر القرن الأول الهجري، في أواخر القرن الأول الهجري ولد أبو حنيفة، وتوفى آخر هؤلاء الأئمة الأربعة قبل منتصف القرن الثالث الهجري، أي أنهم عاشوا جميعا الأئمة الأربعة في حقبة زمنية تقريبا قرن ونصف قرن من الزمان، 150 عام. هذه الأسئلة التي يعني بدأت بها الحديث لا بد من الـ من 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 الإجابة عليها. كما أسلفت أن هناك أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأبو ثور وسفيان الثوري كانوا علماء أجلاء، ولكنهم لم يشتهروا كما اشتهر الأئمة الأربعة. هذا تقريبا يعني ما سنحاول الإجابة عليه، وكذلك نتحدث في عدد من الحلقات في برنامجنا رواق الفقه. كما أسلفت نبدأ بالإمام أبي حنيفة، ونبدأ به من حيث التاريخ والزمن، لأنه هو أول الأئمة من حيث التاريخ والزمن. نعمان بن ثابت قلنا أبو حنيفة كنيته، ولد في سنة 80 وتوفى سنة 150. نشأ الإمام أبو حنيفة في الكوفة، كوفة معروفة. اشتهر الإمام أبو حنيفة بالفقه والرأي. وقتها كان هناك الأمير عمر بن هبيرة أمير العراق، حاول أن يوليه القضاء، ولكنه رحمه الله تعالى رفض أن يتسلم القضاء. ومعروف يعني أن القضاء هذا من الأمور الصعبة التي يخشاها ويتحاشاها الإنسان الذي يعرف مكانة القضاء ومنزلة القضاء. لذلك وجدنا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار هما القاضي الذي عرف الحق وقضى بخلافه والعياذ بالله، ده إلى النار. والقاضي الآخر الذي أيضا في النار هو القاضي الذي قضى بجهل، تصدر القضاء وليس هو من أهل القضاء فهو من النار. ولكن القاضي الذي في الجنة هو القاضي الذي علم الحق وعرف الحق فقضى به. لذلك لا نستغرب رفض وممانعة الإمام أبو حنيفة في أن يستجيب لأمر عمر بن هبيرة أمير العراق الذي يعني حاول أن يوليه القضاء، وكرر الدعوة وكرر الطلب أيضا أبو جعفر المنصور، ولكنه رفض وحبس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في السجن لرفض هذا، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وهو في السجن. كان يكتسب عيشه بتجارة الخز، وهذا هو دأب الصالحين، ما كانوا يعيشون على الآخرين، ما كانوا يجلسون في البيوت يتلقون الهبات، وإنما كانوا يكسبون من عرق جبينهم، وكانوا يعني يكدون
ويشتغلون ويعملون. وكل الأنبياء كذلك، أغلب الأنبياء كانوا رعاة للغنم، ومنهم من اشتغل في كثير من الحرف التي يتعفف أن يعمل فيها كثير من الشباب الآن. الحرفة يعني ليست من 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 الأمور التي يتعفف عنها الإنسان، فالإنسان لابد أن يكسب من عمل يده. فكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكتسب عيشه من تجارة الخز. أمضى كل حياته أبو حنيفة رحمه الله تعالى معلما ومرشدا في الكوفة وفي بغداد، ورزقه الله تبارك وتعالى بمجموعة صالحة من التلاميذ والأتباع، أخذوا منه العلم ودونوه. منهم أبو يوسف من كبار علماء الأحناف، ومنهم محمد الحسن الشيباني، ومنهم زفر بن هزيل، ديل من أساطين المذهب الحنفي، وكانوا علماء كبار، علماء أجلاء. أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني وزفر بن هزيل، هؤلاء كانوا من تلاميذ الإمام أبو حنيفة، نقلوا عنه العلم ودونوه. وهذا تقريبا يعني سبب أن يشتهر هذا العالم وغيره من أئمة أربعة آخرين، ما تبقى من الأئمة الأربعة الثلاثة، هذا سبب يعني واحد من سبب اشتهارهم. قيض الله تبارك وتعالى لهم تلاميذ، هؤلاء التلاميذ نقلوا عنهم العلم ويعني نشروه في 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 المناطق المختلفة، فلذلك حظي هؤلاء بالتلاميذ ما لم يحظى أولئك الذين تحدثنا عنهم بتلاميذ، فكان الاشتهار. إن شاء الله نحن يعني في فاصل ثم نعود لنواصل معكم إن شاء الله تعالى. إذا عدنا إليكم نرحب بكم مرة ثانية. تقريبا كما ورد عن الإمام بحنيفة، أول ما اشتهر أو يعني أعظم ما اشتهر به الإمام أبو حنيفة إعمال الرأي والقياس، كان هو مشهور جدا بإعمال الرأي، وكان له عقلية فذة، ذهن متقد، وكان يشتهر بذلك، وكان يعني يستطيع أن يقيم الحجة على ما يذهب بدرجة عالية، حتى أن الإمام مالك قال عنه مقولة عجيبة جدا فيها كناية عن مدى مقدرة الإمام أبو حنيفة على الجدال وعلى أتيان البراهين الناصعة على موقفه وعلى ما يذهب إليه من آراء. فقال الإمام مالك في أبي حنيفة: رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. هذا فيه مبالغة، مبالغة على مدى إقناع مقدرة الإقناع ومقدرة إقامة الحجة، وأنه يعني أنك لو قلت له أثبت أن هذه السارية، هذا العمود، عمود الحديد، هذه الركيزة من الحديد، لو قلت له يعني أثبت أنها ذهب، يقول الإمام مالك لقام بحجته، مما يؤكد أن هذا الرجل له مقدرة فائقة في الإقناع وفي يعني الذهاب إلى إثبات ما يريد أن يثبته. فقلنا هذه مبالغة قالها الإمام مالك في شأن الإمام أبي حنيفة. وقال الشافعي عنه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. نحن يعني نريد أن نتحدث عن هؤلاء الأئمة الأربعة ونذكر هذا الفضل العظيم لنستفيد من أخلاقهم، ونحن يعني نحسب أولئك العلماء من الصالحين، ونحسب أنهم يعني تركوا لنا تراثا عظيما تنهل منه هذه الأمة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، رغم أنه كسب بشري. نحن نعتقد تماما أنه كسب بشري لا يكتسب العصمة، يمكن مراجعته، ولكن هو كسب عظيم، وهم نحسبهم كما أسلفت أناس صالحين. فيعني الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، من الذي قال هذه العبارة؟ يقولها الشافعي. هذا أيضا يعني ينبغي أن نأخذ منه ما نحن بصدده الآن، هذه الحلقة وغيرها من حلقات لاحقة، نحن نريد أن نؤسس فيها ذلك، نريد أن نبين أن الخلاف لا يفسد، يعني الود قضية، وأن الخلاف ينبغي أن نقف تجاهه الموقف الصحيح، وأن الخلاف حق من الحقوق، كما كفلت الشريعة الإسلامية
يعني سائر أنواع الحقوق، ومن ضمن ما كفلت حق الاختلاف، من حقي أن أختلف معك. لذلك قال أهل العلم إذا أعطيتني حق الاجتهاد هذا يعني أنك أعطيتني حق الاختلاف معك. فالاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي وليس حكم قطعي. فلذلك طالما الناس دخلوا في مساحة الاجتهاد يختلفون، والناس أصلا لا تدخل في مساحة الاجتهاد إلا عندما ينعدم إليها الدليل القاطع في القضية المعينة التي ينبغي أن يلتف حولها الناس، التي ينبغي أن لا يخالفها الناس. ولكن طالما قلنا أن الأمر اجتهادي، إذن لكل رأي ولكل فهم ولكل رؤية، فيأتي الاختلاف. وطالما الخلاف مبني على الاجتهاد فهو خلاف محترم، ولذلك كان هذا دأب الأئمة الأربعة. لذلك نحن يعني حديثنا الآن في هذه الحلقة وفي ما يليها من حلقات هو في قبول الآخر. نحن نريد أن نؤسس كما أسس الإسلام لقبول الآخر، واتخذنا الأئمة الأربعة نموذج. والآن نحن نشاهد كيف يتكلم مالك في الإمام أبي حنيفة ويقول رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام حجته. ويقول الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. هل نحن الآن كعلماء وكمشايخ وكأساتذة، هل نحن الآن يعني يشهد لبعضنا البعض بهذا المستوى وبهذا الخلق العالي، أم نحن نحسد بعضنا البعض ونحتقر بعضنا البعض ونكيد لبعضنا البعض؟ نحن الآن بصدد الحديث عن سلفنا الصالح من علماء لم نصل نحن إلى مستواهم. الآن لا يستطيع أن يجرؤ إنسان ويقول أنا وصلت مرتبة من العلم كالإمام مالك، ولا يجرؤ إنسان الآن في عصرنا هذا يقول أنا وصلت مرتبة كالإمام الشافعي أو كالإمام أبي حنيفة. كلهم حتى يعني من باب التواضع إذا كان الإنسان وصل إلى مرتبة عالية مننا يقول هؤلاء أئمتنا وهؤلاء علماؤنا نجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم العافية. هؤلاء لهم أخلاق، هل لا درسنا أخلاقهم؟ أم فقط ندرس فقه الإمام أبي حنيفة في الزكاة، وفقه الإمام أبي حنيفة في الصلاة، وفقه الإمام أبي حنيفة في الصيام، وهكذا؟ هل فقط نقتفي بذلك؟ أم لماذا لا ندرس كيف كان يتعامل الإمام أبو حنيفة مع غيره من علماء في وقته، مع غيره من أساتذة، مع غيره من مشايخ؟ كيف كان يختلف معهم؟ كيف كان يختلف معهم؟ كيف نختلف؟ هذا علم، هذا علم. كيف نختلف؟ هذا علم ينبغي أن نجمع له المادة. فهذا الأمر نحن الآن بصدد أن نبين أن هؤلاء الأئمة الأربعة كانوا نموذج في غاية الروعة للأخلاق، نموذج في غاية الروعة للخلاف، حتى نتأسى بهم. الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة يقول الشافعي. الإمام أبو حنيفة كان منهجه في التدريس يلقي بالمسألة لتلاميذه، يلقي بالمسألة لتلاميذه ثم يأمرهم أو يحثهم على أن يذهبوا ليأتوا فيما بعد ويبحثوا في المسألة، ثم يأتوا ويجلسوا وكل يقول رأيه في المسألة، فيكر عليهم الإمام أبو حنيفة بالنقد أو التعديل أو الإبطال، وأحيانا يعني عندما يبطل أو عندما يعدل يكتب ويذكر رأيه، فينقلون على كراساتهم الرأي والكلام الذي قاله أبو حنيفة من بعده. ولكن نقطة هامة في مسيرة الإمام أبي حنيفة يعني لها ما بعدها، ونحن لابد أن نضع خط عند كل قضية يعني لها ما بعدها، وعند كل قضية يمكن أن نستخرج منها حكم، يمكن أن نستخرج منها عظات، يمكن أن نستخرج منها عبر. فكان كثيرا ما ينهى تلاميذه الإمام أبو حنيفة أن يكتب عنه كل ما يقول من آراء. كان الإمام أبو حنيفة ينهى تلاميذه عن أن يكتبوا كل ما يذكر لهم من آراء. فكان من ضمن ما يقول لتلميذه أبي يوسف يقول له ويحك يا أبا يعقوب، ويحك يا أبا يعقوب، لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. انظر أيها المشاهد الكريم، أيها الأخ الكريم، أيها الأخت الكريمة،
أيها الإخوة طلاب العلم المشايخ الدعاة انظروا إلى هذا، لا تكتب عني كل ما أقول، ويحق يا أبا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. هذه وصية عظيمة، وصية عظيمة للتلاميذ حتى يعلم الناس أن هذا التراث رغم عظمه، ونحن الآن نعكف ونجلس من خلال هذا المنبر لنبين ولنستفيد منه أنه أيضا كذب بشري لا يكتسب العصمة. لذلك يحذر الإمام محمد، ويحق يا أبا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد أيضا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود لكم مرة أخرى إن شاء الله. نرحب بكم مرة ثانية. أن الإمام أبا حنيفة هذا الإمام الجليل كان يوصي تلاميذه أن لا يكتب عنه كل ما يقول، لأنه بشر وربما يخطئ، لأنه غير معصوم. وبالتالي إذا كان الإمام أبو حنيفة غير معصوم، والإمام الشافعي غير معصوم، وأحمد بن عنبل غير معصوم، والإمام مالك غير معصوم، وبالتالي لا يمكن أن يكون تراثهم هذا معصوم، وإن كان تراث عظيم، تراث مفيد، فيعني يوصف بأنه تراث حتى ولو نحن قبلنا أنه يمكن أن تعاد قراءته، ويمكن أن يخطأ، ويمكن ويمكن ويمكن، نحن لا يمكن أن نقول إذا أردنا أن نغير أو أن نخطئ أو أن نجدد أن نرمي بهذا التراث في البحر، لا يمكن أن نقول ذلك. ولكننا يعني يمكننا أن نراجع هذا التراث، ويمكننا أن نستفيد منه، وفيه من الخير ما فيه، ولا سيما ما أنا أتناول من زاوية ومن جانب، جانب الأخلاق، جانب الأخلاق، جانب الأخلاق عند الأئمة الأربعة، ودورهم في إرساء قبول مبدأ الخلاف. والأئمة الأربعة هم يعني عندما نحوا هذا المنحى وتأسوا بهذا وسلكوا هذا المسلك، لديهم كذلك أدلة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أسس لقبول الخلاف. كيف؟ عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وقتها كان بني قريظة قد نقضوا العهد في أحلك الظروف، فنزل الوحي مخبرا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا بد من تأديبهم، تأديب بني قريظة. فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابته رضوان الله عليهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة منطقة اليهود التي يعيشون فيها ويسكنون فيها يستقرون فيها. الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا في الفهم إلى قسمين، ولكنهم لم يتفرقوا، هذه نقطة مهمة، انقسموا في الفهم إلى قسمين. من الصحابة من فهم حتى ولو أدركه العصر وفات وقته لا يصلى العصر إلا في بنو قريظة، ومنهم من صلى العصر حتى صلاة العشاء، ترك العصر وصلاه وقت صلاة العشاء كما جاءت بعض الروايات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا يصلين أحد العصر إلا في بنو قريظة. فهم ذلك، النص يحتمل. والنفر الآخر، البعض الآخر من الصحابة قال ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحث على السرعة، يعني يا جماعة اجتهدوا في المسير، إن شاء الله نصلي العصر في بني قريظة. هذا الخلاف حدث في عهده صلى الله عليه وسلم على مرمى، على مرأى ومسمع منه صلى الله عليه وسلم، لم يعنب على فريق من الفريقين، بل إلى أن التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قال أهل العلم لم يبين أي الفريقين كان أصوب، مع أن كتب الفقه كتبت بأن الفريق الذي ظن أن الأمر مراد به الحث على السرعة هو الذي كان مصيب، ولكن صلى الله عليه وسلم لم يبين من هو المصيب ليؤسس لقبول الخلاف الذي كان مبنيا على اجتهاد. فمن حق الذي فهم أن لا يصلين العصر أحد منا إلا في بني قريظة، النص يحتمل ذلك، فالنص أحيانا يحتمل أكثر من معنى. فإذا كان الإنسان فهم معنى دون معنى، لا غير مؤاخذ، الأمزجة تختلف، لذلك نحن نختلف، التحصيل في العلم يختلف، لذلك نحن نختلف، المقدرة على التجرب والإخلاص يختلف من شخص إلى آخر،
لذلك نحن نختلف. أن يفك الإنسان، مقدرة الإنسان أن يفك نفسه عن بعض المؤثرات تختلف من شخص إلى آخر، لذلك الخلاف وارد، والخلاف سنة كونية وقدرية، ولذلك الخلاف مقدر وواقع، لكن منه ما هو محمود ومنه ما هو غير محمود. فلذلك يعني الخلاف كونه الأئمة الأربعة يتعاملوا معه بهذا المستوى لأنهم يعني شاهدوا الرسول، لأنهم قرأوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يؤسس للخلاف، لقبول الخلاف المبني على الاجتهاد. وكذلك الصحابيان اللذان أرسلهما الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمة، فدخل الوقت ولم يجدا الماء فتيمما وصليا. طبعا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما وجدوا الماء تيمموا، ولكن قبل أن ينقضي الوقت ويفوت وجدوا الماء، فأحدهما توضأ وعاد الصلاة اللي كانت بالتيمم، والآخر اكتفى بصلاته الأولى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكيا له ذلك، أو علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي اكتفى بصلاته ولم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. إذن طالما أنه لم يعنف على هذا ولم يوبخ هذا ولم يقل هذا أصوب من هذا، فهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس لقبول الخلاف، ليس كل خلاف حتى خلاف العوام والجهلة، ولكن يؤسس للخلاف المبني على الاجتهاد. نحن الآن إذا كانت خلافاتنا مبنية على الاجتهاد فهي أيضا محل يعني جدال في غير محله، محل خصومة، محل حروب، محل هجر، محل ولاء، محل براء، هذا ما لا يعني ينبغي أن يكون، وتماما خلاف الفقه السليم، وخلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما كان عليه الصحابة، وخلاف ما كان عليه الأئمة الأربعة الذين عذروا بعضهم البعض واختلفوا خلافات واسعة، ولكنهم لم يعنف بعضهم على بعض ولم يسيء بعضهم على بعض أبدا. فلذلك يعني وجدنا أن الإمام أبو حنيفة كان الأئمة الأربعة يتكلمون ويتحدثون عنه هذا الحديث، رغم أنه هم مشايخ مثله وعلماء مثله، وكل يعني على 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 يعني خلفية النفس البشرية المعروفة، هم كذلك يريدون أن يكونوا في مقدمة العلماء ويكونون في مقدمة المشايخ، ولكن رغم ذلك كانوا يتأدبون بأدب الخلاف. يعزي، نحن قلنا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يهتم كثيرا بالرأي، وكان يهتم كثيرا بالقياس. عزى بعض أهل العلم لجوء الإمام أبي حنيفة إلى استخدام الرأي والقياس، يقولون لعل ذلك لقلة النصوص الحديثية التي كانت عنده وتيسرت لديه قبل ذلك، يعني قبل الموطأ وقبل البخاري ومسلم كان الإمام أبو حنيفة، وقت الإمام أبو حنيفة لم يكن هناك البخاري ومسلم، ولم تكن هذه الكتب الموجودة الكتب الستة وغيرها، ولم يكن هناك حتى موطأ مالك الذي حوى يعني كثير من الأحاديث، أحاديث صلى الله عليه وسلم، حتى وصفه البعض بأنه أصح كتاب، موطأ مالك صح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني عزى بعض أهل العلم أن الإمام أبو حنيفة لجأ إلى الرأي ولجأ إلى القياس لقلة النصوص الحديثية التي كانت عنده وتيسرت لديه. ويبدو أن هذا هو تسمية مدرسة الإمام أبو حنيفة عند بعض العلماء، يعني يمكن قد يكون هذا الأمر غير متفق عليه، سمى بعض الناس مدرسة الإمام أبو حنيفة سماها مدرسة الرأي، وقد جابهت هذه المدرسة مدرسة الرأي نقد وهجوم شديد من بقية المدارس التي تعتمد النص في الأحكام، والتي سميت أيضا فيما بعد بمدرسة النص، اللي هي بدأت من الإمام مالك والإمام الشافعي ثم الإمام أحمد بن حنبل، كانت قمة يعني الوصول إلى ما يمكن أن يعرف بمدرسة النص، حيث حوى مسند الإمام أحمد بن حنبل حوالي 35 ألف حديث، 35 ألف حديث
حواها مسند الإمام أحمد بن حنبل الكتب الستة كلها بما فيها البخاري ومسلم وغيره، لذلك كانت تسمى مدرسة النص. هذا الشيخ الإمام أبو حنيفة يعني مما ورد عنه هذا الإمام الجليل من حكمة وحسن التصرف، لعلنا نختم هذه الحلقة بذلك. جلس للتدريس، كان هناك رجل يدعى مساور الوراق. مساور الوراق هذا رجل كان هجاء، رجل كان صليط اللسان. فأبو حنيفة رجل بدأ الحلقة، بدايات الحلقة بتاعته، وبدأ هذا الرجل يهجو في 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 حلقة أبي حنيفة، وكان كما أسلفت هو رجل شر ورجل هجاء صليط اللسان. كان من ضمن ما هجى به مساور الوراق حلقة درس أبي حنيفة، مريدا بذلك أن يشوش على هذه الحلقة. قال، ونختم بهذه الأبيات، قال مساور: كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم سعالب ضجت بين النواويس. أبو حنيفة سمع هذا الكلام، ولحكمته يعني معرفته بكيفية العلاج الصحيح، بعث مبلغ من المال لمساور هذا، هذا الرجل الهجاء. فمساور طوالي أخذ المال وضعه في جيبه، وكان التحول 180 درجة. فقال: إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتية طريفة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. فكان هذا من حكمة الإمام أبو حنيفة، فترك مساور أن يهجو الحلقة بعد ذلك. هذا، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذنه تبارك وتعالى، نتحدث عن الأئمة الأربعة.